السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة هنزود البيض من غير ما نعمل أي إضافات ومن غير ما نحط أكل، بل كمان من غير ما نعمل أي سلوكيات مع الطيور بتاعتنا، وإحنا مش هنزوده بنفسنا بصراحة. الفيديو بتاع النهاردة بشرة خير لكل الناس اللي عايزة تزود إنتاج البيض ومش هتدفع حاجة ومش هتشتري حاجة ومش هتعمل حاجة كمان. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. واول ما تشترك في القناة البيض لوحده هيزيد. طبعا احنا مش قصدنا كده، لكن قصدنا نبث ليك بشرة خير الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية يا جماعة احنا خلاص كده واحدة واحدة بنطلع من البرد وبنطلع من شهر رطوبة وبنطلع من الامشير وبنطلع من كل الجو بتاع البرد الشديد ودرجة الحرارة المنخفضة والحاجات دي كلها. يعني انت مع الوقت واحدة واحدة هتدخل بقى على الفصول اللي الجو فيها كويس، الربيع والخريف والحاجات دي كلها. لما تيجي تدخل على الفصول اللي الجو فيها كويس، الخريف والربيع، وتنسى بقى البرد ده كله، هتلاقي لوحده انتاج البيض بيزيد تدريجيا. لكن احنا ما ينفعش نقعد كده حاطين ايدينا على خدنا او نكتف ايدينا ونربع ايدينا ونقول الانتاج بتاع البيض هيزيد لوحده. هو اوريدي هيزيد لوحده من غير اي تدخل منك باي شكل من الاشكال، لان درجة الحرارة بدأت تظبط والبرد بدأ يغيب واحدة واحدة. يعني احنا مش هنقول ان البرد راح تماما، لا، لسه في جو برد ولسه في درجات حرارة منخفضة جدا الفترة الجاية. لكن واحدة واحدة الفترة اللي جاية هتلاقي درجة الحرارة مش بتبقى منخفضة ومش بيبقى برد قوي زي الاول، هتلاقيها بترتفع واحدة واحدة، نص درجة نص درجة بالتدريج، درجة درجة بالتدريج، لحد ما نوصل لدرجات الحرارة الطبيعية بتاعت الخريف والربيع. المهم بقى الفصول بتاعت الخريف والربيع دي يا جماعة هي المشكلة، مش المشكلة في ان الانتاج بتاعك هيرجع تاني، لا هو هيرجع تاني، بس في حاجة تانية هتعطله بقى، في حاجة تانية هتعطل الانتاج بتاعك رغم انك خلاص خلصت البرد والبرد راح وبقينا في جو حلو وكل حاجة تمام. في حاجات تانية هتحصل يا جماعة في الجو وتغيرات في الطقس هتؤثر على انتاج البيض بشكل سلبي، بس مش هتؤثر ان هي هتقلل انتاج البيض، لا، هي هتؤثر ان هي هتقلل عدد الطيور اصلا عندك. هتقول ازاي؟ اقول لك في الفترة اللي جاية في فصول الخريف والربيع بيبقى فيه الشوطة اللي احنا عارفينها كلنا. الشوطة اللي احنا عارفينها دي كلنا يا جماعة هي اللي هتؤدي لا قدر الله طبعا لنقصان عدد الطيور وعدد الفراخ البياض عندك. فانت لازم خلاص انت هتحوش من دماغك فكرة ايه؟ فكرة تزويد انتاج البيض والاكلات اللي بتزود انتاج البيض وبواقي السمك وراس السمك وشوك السمك والكرومب والبرسيم والروس المفلفل والشعير المحمص والكلام ده كله. الكلام ده كله بيدفي ومهم جدا الفترة الجاية. ما اقولكش يعني ما بقولكش تقطعه او تقلله باي شكل من الاشكال، لا، انا بقولك خليك زي ما انت على الموضوع ده. لكن الفكرة بتاعة النهاردة بتتلخص في حاجة مهمة جدا. انت هتزود انتاج البيض الفترة اللي جاية بانك تحافظ على الطيور بتاعتك من مشاكل الربيع والخريف ومن مشاكل الشوطة والعدوى الفيروسية المنتشرة. لأن العدوى الفيروسية المنتشرة دي للأسف أول ما تبدأ وأول ما الطيور المهاجرة تدخل على الطيور بتاعتك وتعديها وتجيب لها أي مشاكل أو أي مرض، المرض ده بنسبة تتعدى 80% هيكون هو مرض الشوطة أو أنفلونزا الطيور. ودي يا جماعة ملهاش علاج، حرفيا ملهاش علاج، يعني المضادات الحيوية المستخدمة ضدها مش بتعالجها، هي بس بتخلي الأعراض أضعف شوية وتخلي الطائر أقوى شوية في تحمل الأعراض، لكنه برضو يوم أو يومين أو ثلاثة أو يعني ممكن ساعات قليلة وتلاقي عدد كبير من الطيور نفق خلاص ومات. فعلشان تحافظ على الطيور بتاعتك من المشكلة دي انت لازم تحافظ على الطيور من الاختلاط بالطيور المهاجرة والعصافير اللي بتنزل على السطح وكل الكلام ده. يبقى انت هتزود انتاج البيض عادي جدا زي ما قلتلك من غير ما تضيف حاجة
ومن غير ما تعمل اكلات جديده، ومن غير ما تهتم بالطيور بسلوك معين مثلا زي السلوكيات اللي احنا دايما بنقولها بنزود بيها انتاج البيض. لا، انت كل اللي عليك انك هتحافظ على الطيور الفتره الجايه من العدوى، عدوى الطيور المهاجره وعدوى العصافير والحمام اللي بينزل يحط على السطوح وياكل من نفس الاكل ويختلط بالطيور بتاعتنا فيعديها بالشوطه او بانفلونزا الطيور. فكل ده يؤدي بشكل غير مباشر لقله الانتاج، لانه بيقلل عدد الطيور عندك اصلا، واحنا عارفين طبعا ان الشوطه دي وانفلونزا الطيور مرض ملهوش علاج. يعني بنسبه تتخطى 90% اي مجموعه من الطيور فيها فرد او اتنين او جزء من الطيور مثلا عنده انفلونزا الطيور، هتلاقي في لمح البصر كده على طول على طول باقي الطيور كلها اتعدت بالفيروس بشكل سريع جدا، وفي ظرف ساعات هتلاقي الطيور بتاعتك كلها خلاص يعني في الباي باي انتهت. ده لان الشوطه دي انفلونزا الطيور ما بتهزرش، يعني بتاخد كل الطيور قصادها. هتعمل ايه بقى علشان تحافظ عليهم الفتره الجايه؟ احنا اتفقنا ان احنا مش هنقدم ليهم حاجات، مش هنهتم بيهم اهتمام جديد ومختلف ولا اي حاجه. كل اللي هنعمله اننا هنحافظ على الانتاج بتاعنا ونزود انتاج البيض بتاعنا، هو كده كده هيزيد لوحده، كده كده انتاج البيض لوحده هيزيد مع الايام القادمه ومع انتهاء البرد، انتهاء طوبه وانتهاء امشير، هنلاقي البرد انتهى تماما، فكده كده انتاج البيض بيزيد لوحده، دي مش هنعول لها هم. لكن اللي هنفكر فيه ان احنا نحافظ عليهم الفتره الجايه من عدوى الطيور المهاجره، وده بنعمله ازاي؟ احنا لازم نعمل لهم عشش. لو مفيش عشش ما ينفعش نسيبهم منهم للسماء، او حتى نسيبهم على سطح متغطي بسقف بس من غير جدران، او جدران بس من غير سقف، ده ما ينفعش ما ينفعش اطلاقا. لازم نقفل عليهم تقفيل جيد الفتره اللي جايه، يكون في تهويه غير مباشره، وتهويه غير مباشره ما تسمحش لاي من الطيور المهاجره او العصافير او الحمام او اي حاجه جايه ومحمله المرض ان هي تختلط بيهم، تختلط باكلهم، تختلط بميتهم، يعني تختلط بيهم باي شكل من الاشكال يؤدي الى نقل الفيروس من الطيور المهاجره للطيور اللي عندنا. هم لو حميتهم انت وعرفت تحميهم من الطيور المهاجره وعرفت تحميهم من العدوى دي، عمرهم ابدا ما هيتصابوا بانفلونزا الطيور، لان هي مستحيل تجيلهم باي شكل اخر. انفلونزا الطيور مستحيل تجيلهم باي شكل اخر غير الطيور المهاجره، الا بقى لو انت يعني جبت طيور مثلا من السوق وكانت معديه بالفيروس او عندها انفلونزا الطيور. لذلك احنا بننصح دايما ان احنا ما نشتريش حاجه في الفتره دي، فتره الخريف والربيع اللي بيبقى فيها الشوطه والكلام ده، ما بنشتريش حاجه وما بنخلطهاش بالطيور بتاعتنا، وبكده انت هتحافظ على انتاج البيض، وانتاج البيض هيزيد لوحده، هيزيد لوحده مع الوقت الفتره الجايه، لان خلاص احنا بنقول وداعا للشتاء ووداعا للبرد ووداعا لانخفاض درجات الحراره ووداعا لقله انتاج البيض. ده كان الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش قبل ما تمشي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول عن طريق اشعارات مباشريك من اليوتيوب. وما تنساش برضو تعمل تعليق على الفيديو باي مشكله بتواجهك في عالم تربيه الطيور، واكيد ان شاء الله فأقرب وقت هنرد عليك في التعليقات، ولو ما ردناش في التعليقات هنعمل فيديو مخصوص لمشكلة لو شائعة وناس كتيرة بتسأل عنها. ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.